بس راجلين لقوهم قاعدين على السكة الحديد جوه. تعرفوا عليهم بعد كده ان هم كانوا اتنين من الركاب 106 اللي اختفوا، كانوا قاعدين على السكة الحديد في حالة من الصدمة والذهول التام، وبدأت عمليات البحث عن القطر او اي اثر يدل عليه. على طول النفق، كانوا بيدوروا على اي حاجة، اثر الاصطدام او حادث او اي حاجة من اي نوع تاني، ما لقوش حاجة. بعد ما فاق الاتنين رجالة دول، هنا قال المحققين ان لغز القطار هيتحل، لكن الاتنين دول قالوا حاجة ابعد من الواقع بكتير جدا. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان القطار فعلا دخل النفق حسب خط سيره، والامور كانت